بسم الله الرحمن الرحيم. يوم جديد، يوم مفتوح إن شاء الله. ككل جزائريين سهل لنا الدخول المدرسي هنا من سيدي مستور بمدرسة المجاهد الزاوي أحمد البشير، كما تفضلتم وحضرتم هذا الافتتاح اللي هو منشأة جديدة تضم 205 تلميذ ب 12 حجرة مجهزة بكامل التجهيزات سواء المادية أو البشرية من تأطير إداري وتربوي، كل شيء على ما يرام، حتى المطعم بالوجبة الساخنة من اليوم الأول. أما عن الولاية فتم الدخول هذا المدرسي الاجتماعي الناجح بإذن الله في كامل المؤسسات التربوية التي تعد ب 555 مؤسسة، منها 48 ثانوية، 119 متوسطة، و 391 ابتدائية. استلمنا هذه السنة خمس مجمعات مدرسية وهي شغالة الآن وتم الدخول بها، ما عدا مجمع مدرسي يشهد بعض التأخير وسوف يكون الدخول فيه تستأنف فيه الدراسة في القريب العاجل، وخمس متوسطات تم الدخول بها أيضا في هذا اليوم، وكلها مؤطرة تأطيرا ماديا وبشريا وبيداغوجيا أيضا، وكل هذا يتضمن تحت تعليمات ومشروع السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتوصيات معالي الوزير التربية بتوجيهاته الرشيدة ومرافقته لنا دائما في لحظة بلحظة في جميع المحطات، والحمد لله كانت ناجحة، بدءا بتوظيف أساتذة الإنجليزية وأساتذة التربية البدنية في الابتدائي، إلى توظيف المتعاقدين التي تمت على العملية هنا بنجاح وكل المتعاقدين التحقوا بمناصبهم. إذن في هذا اليوم 19 سبتمبر 2023 كل المؤسسات مؤطرة بيداغوجيا وماديا وبشريا، بالإضافة إلى العدد الهائل الذي استقبلناه هذا اليوم، عدد الملتحقين نعم في جميع الأطوار الذي يعدل ب 228,031 تلميذ موزعة طبعا عبر ثلاث أطوار. شكرا لكم.